عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد لكل عاشقات اللون الأسود. جبت لكم تشكيلة رائعة من أحدث صيحات الجلابة المغربية باللون الأسود، فإلا عجبكم الفيديو واستفدتم منه ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر إعجاب. ونبدأ دابا مع أول موديل. هاد الجلابة هادي كتجي فيها الطرزة في الكمام كيف كتلاحظوا، وفي الصدر كتجي هكا خفيفة وسامبل. وبالنسبة لهادي جلابة عصرية فيها الطرزة في الجناب والدونتيل لتحت في الجلابة وفي الكميمات كيف كتلاحظوا معايا الموديل كيفاش كيجي في اللبسة ديالو. وهذه جلابة كيف تلاحظوا معايا كتجي خفيفة في اللبسة ديالها وفي نفس الوقت أنيقة، هنا الموديل عن قرب. وهذه جلابة براندا دو بياس مع الطرز الفاسي. هاد الجلابة كيف كتلاحظوا معايا كتجي بتوب الكريب وفيها الطرزة فيها تنبات في الصدر كيف كتلاحظوا معايا، وجا شاد على الايد. الموديل هنا عن قرب. وهذه جلابة كذلك مخيطة بالغوج وفيها تطريزات في الكمام كيف كتلاحظوا الموديل هنا عن قرب. كذلك بالنسبة لهذه الجلابة كتجي في صالة مخزنية وفيها الطرزة في الكمام وفي الجياب كيف كتلاحظوا هنا الموديل عن قرب. وهذه جلابة دو بياس كيف كتلاحظوا فيها الطريزة جات فيها القدام وفي الجناب كيف كتجي في اللبسة ديالها. هنا الموديل كيف كتشوفوا من اللور كيفاش كيجي، كاين الطريزه حتى في القب ديالها. وهذه كذلك جلابه بفصاله مخزنيه فيها الطرزه في الكمام وفي الجياب. هذه جلابه عصريه بالطرزه في الجناب والطونتيل لتحت ديال الجلابه وفي الكمام كيف كتلاحظوا معايا الموديل هنايا. هاد الجلابة هادي فيها تنبات وبالقميص دونتيل. هاد الجلابة هادي مخدومة بالغوج كيف كتلاحظوا فيها الطرزة في الكمام وفي الجناب ديال الجلابة. اما بالنسبة لهاد الجلابة فهي بتنبات كيف كتلاحظوا معايا في الكميمات. هنا الموديل كيف كتلاحظوا كيفاش كيجي، كيجي سامبل والكمام من البتين. وبالنسبة للجلابة كذلك فهي سامبل وفيها فيها الرشمة في الصدر كيف كتلاحظوا من البتة. وهذه جلابة بصالة مخزنية وبالطرز في الصدر وفي الجناب ديال الجلابة كيف كتلاحظوا لتحت حدا الافتتاحات. هنا الموديل كيف كتلاحظوا كيفاش كيجي. اما بالنسبة لهذه الجلابة فهي دو بياس بالقميص دونتيل وبالتنبات تلاحظوا هنايا الموديل عن قرب.
بالنسبة لهذا الموديل فهو بصلم خزانية كتجي هكا خفيفة بالطرزة في الإيدين، كذلك الجلابة هذه فيها الطرزة في الصدر بصلم خزانية. كيف تلاحظوا الموديل عن قرب، وهاد الجلابة كيف تلاحظوا معايا جات بالتنبات في الإيدين وفي الصدر. أما هاد الجلابة فهي بالطرز الرباطي في الصدر وفي الإيدين في الكميمات كيف تلاحظوا معايا، كذلك هاد الجلابة كتجي هكا خفيفة بطول الكخاب والطرزة في الصدر وفي الجناب ديال الجلابة تحت حد الافتتاحات. انا الموديل عن قرب، وهاد الجلابة هادي كذلك هي فصالة خفيفة سامبل وفيها الطرزة في الكتاف في الكمام. كذلك بالنسبة للجلابة بالطرز في الصدر وفي الايدين، هاد الجلابة هادي هي دو بياس بالقميص دونتيل، وبالنسبة لهاد الموديل فهو بالطرز في الصدر وفي الايدين الكمام كيف كتلاحظوا معايا. شفتوا الموديل كيفاش كيجي، كيجي غزال في اللبسة ديالو في الصراحة. وهاد الجلابة هادي فهي دو بياس بالتنبات في الصدر كيف كتلاحظوا، القميص دونتيل هنا الموديل عن قرب، وهاد الجلابة كذلك جات بالطرزة في الصدر. لاحظوا هنايا الموديل عن قرب، هاد الجلابة كذلك كيف كتلاحظوا معايا كتجي خفيفة وراقية في اللبسة ديالها مع الطرزة في الصدر وفي الكميمات كيف كتلاحظوا هنايا الموديل عن قرب. اما بالنسبة لهاد الجلابة فهي كتجي هكا خفيفة سامبل وفيها الطرزة في الكمام. هاد الجلابة حتى هي كيف كتلاحظوا كتجي غزالة في اللبسة، فيها الطرزة في الكمام في جهة الكتاف وفي الجناب ديال الجلابة. هادي كذلك جلابة بالطرز رباطي في الصدر وفي الايدين الكميمات. كذلك جلابة بالطرز في الصدر وفي الايدين الكمام كيف كتلاحظوا كيف كتجي في اللبسة ديالها، خفيفة وسامبل وراقية في نفس الوقت. كذلك هاد الجلابة هادي كتجي غزالة كيف كتلاحظوا معايا دو بياس في صالون خزانية، كتلاحظوا الخدمة ديالها كتجي رائعة. وهاد الجلابة كذلك هي بفصالة مخزانية كيف كتلاحظوا معايا بالتنبات منبتة بالأحجار كيف كتلاحظوا كتجي صراحة غزالة. وكنتمنى هاد الفيديو تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعرفتوا على الجديد في الجلابة المغربية باللون الأسود واللوينات اللي ممكن تدخلوا معاها. وما تنساوش إلى عجبكم الفيديو كيف العادة ما تبخلوش عليا بالضغط على زر إعجاب وترك تعليقكم، ونتلقاو إن شاء الله في فيديو آخر مع موديلات أخرى
من جلابة المغربية. نقول لكم دابا بسلامة، وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر.